مسجد صهيب الرومي ببلدية تخمارت بولاية تيارت هو بيت من بيوت الله تم بناؤه بمساهمة المحسنين على اتفاقة 4 ملايير سنتيم وبطاقة استيعاب تقدر ب1500 مصلي بطابقيه السفلي والعلوي، وقد تم التصريح بتأدية صلاة الجمعة فيه تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية وبحضور النائب زرقاني سليمان ورئيس المجلس الشعبي الولائي وبعض المسؤولين المحليين، وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا لدى المواطنين. نتابع المزيد في تقرير مراسلنا من هناك مجني الأخضر. يعتبر مسجد صهيب الرومي صرح ديني هام ببلدية تاخمارت، والذي تم تشييده على أنقاض كنيسة ليصبح مسجدا تقام فيه شعيرة الصلاة ومكان يجتمع فيه المصلين لتأدية صلاة الجمعة. الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فنبارك لأهل تخمارت بذكر الله تبارك وتعالى، ونبارك لهم هذا الافتتاح الرسمي لهذا المسجد. وهذا إضافة أنه كان قبل مساجد تخمارت كلها مكتظة مليئة عن آخرها، وهذا الصرح يخفف الضغط. هذا المسجد وقد بنوا لأنفسهم بيوتا بالجنة، فتقبل الله منهم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه من جمعية وموظفين وأئمة لأن يكون التوفيق حليفهم ليؤدي هذا المسجد رسالته بحول الله. هنيئا مجددا لتخمارت، هنيئا لتيارت، وهنيئا لكل هذا الوطن. من بعد ما كانت يعني كنيسة تصبح بيت من بيوت المسلمين، هذا يشرفنا، وهذا ما يرمز لسيادة الجزائر، وهذا ما يجعلنا نعتز ونفتخر باستقلال البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اليوم بحمد الله افتتاح مسجد صهيب الرومي بعد سنين طويلة. فيما أكد مدير شؤون دينية لقناة الأجواء أنه سيسعى بالتنسيق مع كل الإدارات لتسهيل من أجل تأدية صلاة الجمعة بكل مساجد المؤهلة عبر في خلال 6 أشهر أكثر من 10 مساجد لأداء شعيرة الجمعة، صلاة الجمعة، فضلا على المساجد والمصليات لأداء صلوات الخمس. إذا هناك مجهودات وهناك مبذولة من أجل تذليل هذه الصعوبات. بالأخص بالأخص منقور أحمد بالغريسي مفتول الماحي بول عشر الماحي بول نوار محمد وهركوز جلول، هادو اللي تبنى عليهم المسجد، هادو ركائز. الحمد لله احنا رانا جينا من الجلفاء باش نشاركوا اهل تخرمات المسجد العظيم هذا، والبركه عليهم ان شاء الله، الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ الكرم تاعهم. الله اكبر. ويبقى هذا المسجد مكسبا هام للعباده وأداء شاعرة الصلاة لسكان البلدية، يستوجب منهم الكثير من الاهتمام والاعتناء.